مبروك للجزائر، مبروك لأحسن جيل، مبروك لجمال بالماضي، مبروك لماندي، مبروك لمبولحي، مبروك لبن سبعيني، مبروك لزفان، مبروك لقلب الأسد بالعمري، مبروك لقديورة، مبروك لفيغولي، مبروك للبناصر، مبروك لرياض محرز، مبروك البنجاح البطل، مبروك وألف مبروك لبليلي، مبروك الطاهرت، مبروك الأوكيتجا، مبروك الدوخة، مبروك إبراهيمي، مبروك السليماني، مبروك الأندي ديلور، مبروك الفارس، مبروك العطال المصاب ربي يجيب له الشفاء، مبروك لكل اللاعبين، مبروك العبيد باش ما ننسى حتى واحد، مبروك العبيد، مبروك بالناصر، مبروك الجمال بالماضي، مبروك الطاقم الفني معاه، مبروك المساعدين تاوعو، مبروك للجزائر، مبروك للأبطال، وألف ألف 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 مبروك لأحسن جيل. مقابلة العمر، مقابلة تتربحها بلا تلعب، مقابلة نربحها والله للعبت، ما عندي ما ندير بالجو، ما عندي ما ندير بالأداء، ما عندي ما ندير باللعب، المهم نجيب الكاس، الفايدة في الكاس، الفايدة كي نزيد النجمة الثانية، هذا كي الفايدة، ما عندي ما ندير بالأداء، خلي السنغال تلعب كيما تحب، ليسونسيال نجيب الكاس، وهذا كل اللي صرا، أحسن جيل، أحسن مقابلة، أحسن جيل اللي جاب كأس إفريقيا خارج الجزائر، أحسن جيل، أحسن جيل اللي بيناسيونو اللي سبيتوهم، أحسن جيل اللي اللاعبين اللي همشتوهم، أحسن جيل اللي مبولحي قلتوا ليه مجاهد لازم يلعبش في ليكيب ناسيونال، أحسن جيل اللي في غولي قلتوا عليه شيكور، أحسن جيل المحرز اللي قلتوا صلاح أحسن منه، وخلي القلب راه معمر، بصح تحية الجزائر، تحية الجزائر، تحية النجمة والهلال اللي ماتوا عليها الشهداء، تحية الجزائر، ألف مليون مبروك للجزائر، ألف مليون مبروك لأبطال الجزائر، ألف مليون مبروك للشعب الجزائري، ألف مليون مبروك للشهداء الجزائر، ألف 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 مليون مبروك لأبطال الجزائر. هذا هو المنتخب اللي شرفنا، هذا المنتخب اللي رفع راسنا، هذا المنتخب اللي خلى عندنا قيمة، هذا المنتخب اللي أسكت كل الأفواه، هذا المنتخب اللي قالوا عليه ماهم جزائريين وفرنسيين. اليوم صفعة فرنسا وكلاب فرنسا، اليوم الجزائر هي اللي تتكلم، اليوم الكلام مع الجزائري، ما عندي ما ندير بيك يا الفرنساوي، اليوم صفعة لكلاب فرنسا وصفعة لفرنسا نسكت سينو نقول كلام اخر، اليوم صفعة لفرنسا، هذا من اللاعبين جزائريين، دمهم جزائري، دمهم الوان العالم، هذا دمهم جزائري. مبروك الجزائر، مبروك لأبطال الجزائر، اليوم لقلناهم درس في الوطنية، لقلناهم درس في الوطنية وفي الوفاء للوطن، اليوم الروح والعزيمة هي اللي انتصرت، ما كان لا تكتيك لا مراوغات لا لعب جماعي، القلب والعزيمة، القلب والعالم والعزيمة، يفعلها إلا الأبطال، وشكون الأبطال؟ أبطال الجزائر، يفعلها أبطال الجزائر اللي شكوا في الوطنية نتاعهم وقالوا عليهم القلب حبس في الثمانينات وفي السبعينات، بينوا لهم اليوم بلي أحسن جيل، أحسن جيل اللي يجيب كأس أفريقيا خارج الجزائر وظروف صعبة يعرفها العام والخاص، أحسن جيل، أحسن جيل، جيل هو جيل محرز وبنجاح وبليلي وبالناصر وفيغولي ومبولحي وغيرهم، ما ننسى حتى واحد، مو جيل اللي يدرقوا في البلاطوات، أعطوني وأعطوني وأعطوني ما شبعتش من الأموال، أعطوني زيدوني، ما عندنا ما نديروا بكم، جيل هو جيل بنجاح ومحرز وبليلي وفيغولي وعطال وبالناصر ومبولحي ودوخة وكتجة وبالعمري مش بنسى حتى واحد، هذا هو أحسن جيل، أحسن جيل اللي رفعنا راسنا، أحسن جيل اللي ضربنا بربي المثل في العزيمة، أحسن جيل ويبقى أحسن جيل، يحبوا ولا يكرهوا، يحبوا ولا يكرهوا، أحسن جيل، هذا الجيل اللي شكوا في الوطنية نتاعو، هذا الجيل اللي عملوا المستحيل باش يكسروه، هذا الجيل اللي شكوا في الوطنية نتاعو قالوا عدنا ما عدنا ما نديروا بالبيناسيونو وما عدنا ما نديرو بمحرز وما عدنا ما نديرو بفيغولي وما عدنا ما نديرو بالناصر وما عدنا ما نديرو بمبولحي المجاهد اللي قال لك هذه ما هيش وزارة المجاهدين ما يجيش يلعب، والحمد لله بينوا اثبتوا انهم رجال وانهم عقدوا العزم ان تحيا الجزائر وانهم يلعبوا على العالم،
الاخر فيهم مش محتاج دراهم، الاخر فيهم في ليكيب ناسيونال مش محتاج دراهم، جي يلعب على العلم وعلى تشريف الرايه الوطنيه، الرايه الوطنيه اللي ضحوا عليها الرجال وضحوا عليها مليون ونص مليون شهيد. اليوم صف عليهم كل البلاطوهات، لكل الشيوخ اللي يقولوا لنا العجزه اللي مش قادرين يهزوا يهزوا دبلوم يروحوا يروحوا يدربوا، يهزوا دبلوم يروحوا يتعلموا، باقيين اللي لا ينشطوا في شعورهم ويديروا في الشوار واللي يتكسلوا علينا واللي يشكوا في الوطنيه تاع ابنائنا. هاي النتيجه، صف عليكم كامل كيما راكم، الجيل الجيل محرز وبنجاح وبليلي وغيرهم، هذا هو الجيل الجزائري، هذا هو جيل عطال وماندي وزفان اللي دار من احسن المقابلات تاعو في 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 تاريخه. اليوم صفعه صفعه لكلاب فرنسا، صفعه لفرنسا الاستثماريه. افرحوا يا جزائريين، افرحوا وغنوا ورقصوا وديروا الليالي الملاح وديروا ذبايح. هذه الجزائر انتصرت، اليوم عرس الجزائر، اليوم نذبحوا ونديروا الذبايح، نديروا الشخشوخه، نديروا كلش، نديروا العراس 7 ايام وسبع ليالي وما نحبسوش، لان الجزائر انتصرت، الجزائر انتصرت. وصفع فرنسا اللي شكت في وطنيه ابنائنا وقالت هذا جيل جيل فرنسي، ونساو منتخب نتاعهم منتخب القارات ومنتخب افريقيا. اليوم صفع لكل مشكك في الجزائر في منتخب الوطني وفي جنسيه اللاعبين. مدرب جابوه يدرب في المنتخب الوطني قال لهم القلب حبس في الثمانينات وفي السبعينات وبهدلنا قدام الناس ورجعنا مسخره قدام الناس، ورجع المنتخب الوطني اضعف منتخب في افريقيا. اليوم صف عليه وصف امثاله واصحابه، اليوم صف عليه وامثاله واصحابه. الجزائر ما تهبطش وما تطيحش، الجزائر ديما عاليه عاليه بربي، ان شاء الله تبقى ديما عاليه ويبقى راس الجزائري مرتفع ديما، وراس الجزائري عالي ما يهبطش راسه الجزائري. اليوم انتصر، اليوم الجزائري لقى الدرس الوطنية لأشباه المحللين وأشباه البلاطوهات، والجيل اللي كسر راسنا كسر راسنا احنا بكري وحنا خيطنا البالو وحنا درنا. اليوم جيل محرز، جيل فيغولي، جيل ابراهيمي، جيل بونجاح، جيل بلايلي، جيل بن ناصر، جيل قديورة، جيل حليش باش ما ننساش، جيل زفان، جيل عطال، جيل رامي بن سبعيني، جيل فارس، جيل طاهرت، جيل بن عمري البطل، جيل ماندي، جيل دوخه، جيل اوكتجا، جيل اندي ديلور، جيل مهدي عبيد، جيل بوداوي باش ما ننساش الشاب، ان شاء الله نتمنى له التوفيق في اوروبا ويحترف ويزيد يطور من امكاناته. جيل اوكتجا، جيل اندي ديلور، وجيل سليماني. هذا هو الجيل اللي شرف الجزائر، هذا هو الجيل اللي رفع العلم من فوق وشرف الجزائر. ابقوا تشكوا في وطنية أبنائنا، وطنية أبنائنا اليوم درس ودرس، اليوم الوطنية تدرس، اليوم الوطنية تدرس، ما بقاش كلام، ما بقاش كلام، اليوم الجزائري يبين باللي راهو في الأوقات الصعبة تلقى إلا الجزائري، في الأوقات الصعبة تلقى العالم هو اللي يتكلم، والقلب اللي يتكلم، العالم والقلب هو اللي يتكلم، بس كما يقول المصري، اليوم لقلناهم درس. لقلناهم درس، اللي يحب يشجع السنغال يروح يشجع السنغال وكلامي واضح، شجعوا كيما تحبوا، شجعوا السنغال، شجعوا نيجيريا، الجزائري ما يهبطش راسه، والجزائري راسه مرفوع ويبقى راسه مرفوع للممات. اليوم عرس، اليوم عرس، ويبقى عرس، ونجيب الكوب دافريك، ونبقى نديروا فيه العراس، ونخلي الحاقدين يموتوا بغلتهم. اليوم عرس، وغدوه عرس، والسمانة الجاية عرس، ولا السمانة الجاية عرس، ويبقى ولا نبقاو غير في العرس، وخلي الحاقدين يموتوا، خلي الحاقدين يموتوا. اليوم الجزائر هي البطلة، الجزائر هي البطلة، وجيل ونعاود ونقول أحسن جيل جابته الجزائر، أحسن جيل جابته الجزائر، هو جيل بلايلي ومحرز وبنجاح وبن ناصر وقائمة طويلة. وما ننساوش العمل الجبار الجبار، العمل الكبير للمايسترو وللمهندس هذا الانجاز، ومهندس التتويج المايسترو والبطل والمدرب الجزائري الشريف، الجزائري البطل المغوار جمال بلماضي، جمال بلماضي اللي فرح كل الجزائريين داخل وخارج الوطن، جمال بلماضي اللي عمل المستحيل، كي قال لهم نروح ندي كوب دافريك ضحكوا عليه، مربين شعورهم وضحكوا عليه، شكون؟
اللي قاعدين في البلاطوات ويسبوا في ليكيب ناسيونال ويمنشروا في اللاعبين ويشكوا في الوطنيه تاعهم، ضحكوا عليه وقالوا له هذه قائمه تديها غاديورا هذا جوار تجيبو. ما انا ما نسيتش نهضر، سليماني ماهوش جوار باش تجيبو. اليوم صفحهم، اليوم هو المايسترو، اليوم هو البطل، بالماضي البطل وهما راكم عارفين من بلاصتهم وين. ابقاو في البلاطوهات، ما عندنا ما نديروا بكم. اليوم الصفع عليكم والصفع على كل مشكك في جمال بالماضي، امكانيات جمال بالماضي. مبروك للجزائر، نعاود ونقول مبروك 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 للجزائر، مبروك للابطال، مبروك لشبان الجزائر. عاشت الجزائر حره ابيه. في الاخير ملاقاتنا خوتي مع بسم الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.